لأسرته والوطن ولبنان ولينا احنا كمصريين والعرب عموما. انا بحب وليد على المستوى الفني والشخصي. منصبي اجبرني على ان الحمد لله ان المنصب ده يكون لما تحب فنان وتقدره وتقيمه يبقى من خلال منصبك. فده دي ده يعني انا بحمد ربنا كمان انه اداني نعمة في هذا المنصب عشان استطيع ان اكرم هذا الفنان القيمة القامة الكبيرة العربية النقابة من أعرق نقابات الوطن العربي. فأنا بقول لوليد حضرتك شرفتنا ونورتنا. وتاني بقولها حضور الفنان الكبير النجم العربي وليد توفيق لنقابة المياه الموسيقية ولتكريم ليها. الله يخليك يا الله يخليك الله يعزك. دايما نجوم دلوقتي بس مش عارف أقول إيه. أنا هقول كلمة واحدة الأستاذ مصطفى دلوقتي أنا رشحت يكون نقيب الوطن العربي في الموسيقى والغناء. والله العظيم الله يحفظك. ليه دايما بيبقى تكريم المصريين او مصر تحديدا لنجوب الوطن العربي بيبقى ليه مذاق خاص وتحديدا عند اشقائنا الفنانين اللبنانيين؟ انت مستغرب؟ لا مش مستغرب ولكن انا عايز اوضح الصوره والله للمشاهدين. انت مصري ومستغرب يا عم؟ دي مصر 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 ربنا يديمها ويعزها يا رب. وعمار يا مصر ودايما بقول في كل مقابلاتي مصر بخير احنا بخير ان شاء الله. دي زياره مصر من بعد قد ايه فتره ما كنتش غبت مده كده بعد الثوره تنذكر ما تنعاد وبعدين جت الكورونا ربنا خدها وما يجيبهاش تاني. فدي اول زياره اول حفله معملها بالقلعه. ايه رايك في مصر بقى وانت بتتجول في الشوارع البنيه التحتيه في الدوله المصريه الوجه الجديد الجمهوريه الجديده للدوله المصريه بعد غياب كل هذه السنوات عن مصر؟ في تغيير جامد دايما في شيء جديد بينبنى في طرقات بتنبنى في العلمين في الساحل دلوقتي. انا هعمل اغنيه كل ما اكلم حد بالصيف انا اقول له انت فين يقول لي انا في الساحل. فانا هعمل اغنيه مصطفى لحن انت يلا والله. كل ما اسال حبايبي انتوا فين بيقولي في الساحل. طب انت ما رحتش الساحل؟ ما رحتش الساحل لسه. يا لازم ان شاء الله باذن الله تعالى. حضرتك تقول يعني الساحل وعلى الاغنيه يباركوك الحبايب. الله جميل جدا باذن الله. طب ما تسمع لنا حاجه كده حصر لينا بعد اذن حضرتك. مش مركز يا مصطفى. انا اول كوبليه حد في كوبليه بحبه فيه بقول بلدي بلدي يا ام العجايب تعظيم من غير كلام انا بيكي وفيكي دايب مصر يا ام السلام. انا بيكي وفيكي دايب مصر يا ام السلام. يباركوك الحبايب. حابب تقولي لكل فنانين الوطن العربي من خلال تكريم النجم النهارده الاستاذ وليد توفيق والرساله اللي هتقدمها نقابه المهن الموسيقيه الفناني الوطن العربي في المرحله اللي جايه واعتقد دي ابرز واهم دليل احتضان النقابه لكل فنانين الوطن العربي. والله انا الفتره دي بنتكلم انا والساده الزملاء اعضاء مجلس الاداره احنا ان شاء الله بنخصص قاعه كبيره جدا جوه مصر وان شاء الله هيكون بدعم من الدوله المصريه ومن وزاره الثقافه. احنا عايزين نعمل مهرجان تبع النقابه. انا هوري بقى كل اللي بيعملوا مهرجانات لما هتدار مهرجان موسيقي غنائي من داخل النقابة ازاي يبقى معمول بالشكل اللي يليق. طبعا يشرفنا فيه كل النجوم العرب استاذ وليد توفيق على رأس المدعوين خلاص اول حد اهو وان شاء الله احنا بننظم لها لان تبقى احتفالية دائمة زي كل مكان بتعمل اضواء المدينة وليالي التلفزيون زمان اللي هو كل اول شهر خميس وجمعة ان شاء الله. دلوقتي احنا بنحط الرتوش الأخيرة مع الجهات المسؤولة عشان نعمل عشان عايز اعمل مسرح جميل لان انا اللي بشوفه في السعودية ما شاء الله في جدة وفي الرياض حاجة بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة ومشرفة. اللي شفته في العالمين السنة دي حاجة جميلة ومشرفة. احنا انا عندي غيرة وانا راجل اساسا شغلتي قبل ما اكون مطرب انا راجل ستار ميكر دي شغلتي صناعة النجوم. فأنا متهيألي بأمر الله أنا ومجلس إدارة نقابة المياه الموسيقية بإذن الله إحنا قادرين على تنظيم حفلات على أعلى مستوى بإذن الله تبقى ليها قوة جذب سياحية بإذن الله نكرم فيها كافة الرموز اللي بتساوي في القيمة والقامة الأستاذ وليد توفيق. والمفاجأة النهاردة اللي أنا برضو بديها لصدى البلد إن شاء الله إحنا الأيام اللي جاية دي بنرتب أنا وحبيبة قلبي وأختي الجميلة اللي اشتغلت معاها وكنت لسه شاب صغير عفاف راضي بنكرم الفنانة الكبيرة عفاف راضي الأسبوع اللي جاي إن شاء الله. مستنيين تحديد بس الميعاد ونقوله لحضراتكم. وإن شاء الله كل فنان إحنا هنحس إن إحنا بنبعث به رسالة. هي الدرع ده أقل يعني ده شيء قليل جدا على الأستاذ وليد. أنا كنت أتمنى نبقى بنهديه درع من الماس لقيمته ودائمته الماس حبيب يا أستاذ. لكن
احنا برضو امكانيات النقابه اللي هي اللي احنا فيها الحمد لله احنا مش يعني تمام دايرين، احنا شايفين التغيير ما شاء الله على ارض العالمين الحمد لله رب العالمين، لكن احنا عندنا فكر جديد، لان احنا نعمل حفلات حلوه، عايزين احنا نعرف نعمل حفلات الربحيه والتجاريه والفنيه، لان انا دايما اقولها الفنان لابد ان يكون تاجر شاطر. فتيجي تقول لي تاجر اقول لك ما في تاجر، مش كل التاجر تاجر صفيح، والله انا طول عمري ما فيش تجاره من غير فن، وما فيش فن من غير تجاره. يعني انا كنت زمان لما صنع اغاني لحد فاقول لهم لازم المنتج يكسب، ازاي ابقى بعمل ايهاب الايام الحلوه لايهاب توفيق، لازم تبقى غنوه حلوه وبتجيب فلوس للمنتج بتاعها ولها رواج ولها محبين، زي تبقى بتعمل يا ريتني قابلتك قبل ما قبل حد الهاني شاكر، وانت بتجيب بيها فلوس تعمل بيها نجاح والمنتج كسبان، هو ده لازم تبقى بتصنع فن. كان لما حد يقول لي مثلا على الغنوه نزلت وما عملتش حاجه فيقول لي مصطفى الغنوه دي حلوه، اقول له طالما سقطت تبقى مش حلوه، طالما ما نجحتش تبقى مش حلوه، لان الفن بالضروره ان يكون محاوطه حاله تسويقيه، والتسويقيه التسويق الجيد لاي فن بيروح عامل لك ليه ربحيه، والربحيه يعني النجاح، اي حاجه في الدنيا كسبت فلوس فانت تقول دي حاجه ناجحه، فازاي تقدم فن بشكل حلو، مسرح بشكل حلو، اوركسترا سيمفوني، وهنجيب اكبر موسيقيين في البلد من زملائنا اعضاء نقابه التنميه الموسيقيه، كل الموسيقيين اللي مشرفينا دلوقتي في العالم العربي كلهم اخواتنا وكلهم بيجوا هنا وبنقعد مع بعض، وكلهم بقى لما اقول المفاجاه لكل الناس اللي بتسمعني ان اكبر قاده اوركسترا بيخرجوا بره دلوقتي كلهم حبايبي واخواتي واصحابي، كل من عرض عليه فكره انه يتعاون في هذه المهرجان او في هذا المهرجان اللي هنعمله والله ما حد بيتكلم في جنيه، فده تقديرا لنقابه المهن الموسيقيه، تقديرا لحبنا والحاله الانسجام اللي بيننا وبين بعض كاستاذ حلمي عبد الباقي، الاستاذ محمد ابو اليزيد، الاستاذ خالد بيوم، الناس الاعضاء مجلس الاداره اللي معانا كلنا احنا في بعض، فهنعمل حاجه ان شاء الله ان شاء الله، خدوها وعد مني الله. تتاح لنا الفرصه وهتتفرجوا على حفلات حلوه قوي. حابب تقول ايه لكل جمهورك في مصر والوطن العرب؟ انا قلبي على ايدك، انا كنت همسكها لك والله العظيم. كويسة دلوقتي ابدا انا اقرر كلامي، كل الشكر لمصر الحبيبه وشعبها ولنقابه الموسيقيين كل اعضائها بكل اعضائها ومنتسبينها، انا بشكرهم من كل قلبي، ويا رب يا رب نجتمع دايما على المحبه زي ما قال، وعمار يا مصر، عمار يا مصر، نورت مصر يا فندم، تحياتي لحضرتك، مليون مبروك التكريم، بشكرك جدا استاذ مصطفى كامل على هذه التقديرات الجميله لكل فنان الوطن العربي، شكرا لحضراتكم يا رب التوفيق جدا، نورتونا يا فندم، ببلغ حضراتكم تحياتي للاستاذ احمد موسى الحريص دايما الحقيقه يعني ان حضرتك نورونا في البرنامج يعني. تحياتنا للاستاذ احمد، ربنا يخليك، شكرا شكرا. نورتونا وشرفتونا صدى البلد، تحياتي لاخويا وصديقي الاستاذ احمد موسى. شكرا لحضرتك.